لو الحين بدي اضيف لكل مجموعه جروب لكل قسم جروب راح اقول له رايت كليك نيو. في عندي هنا اللي هو جروب بدي اسميه انا حسب الفاينانس راح اسميه فاينانس جي اختصار جروب. وانا تحت بيقول لي في عندك جروب سكوب وفي عندك جروب تايب. ايش الجروب سكوب؟ جروب سكوب ايش؟ جروب سكوب تايب. جروب تايب السكوب ايش والتايب ايش؟ السكوب اكيد ايش بيكون له ايش بيكون له وين صلاحياته ما تشتغل سكوب كيف يعني؟ يعني بقول على الفورست مثلا ولا بس على الشاي مثلا بمعنى هذا او يعني وين راح يكون لهم صلاحيات يشتغلوا فيها. ما فهمتش بس تقولنا طيب لنفرض انا عندي جروب اسمه فاينانس جروب تمام خليك معي عشان نفهم فاهمين هذا الفاينانس جروب السكوب تبعه ممكن يكون جلوبال او لوكال او في عندك اللي هو الدومين لوكال وفي لوكال على مستوى البي سي. يعني انا ممكن على الكمبيوتر تبعي اجي على كمبيوترز على كمبيوتر مانجمنت معانا احمد بالكمبيوتر مانجمنت احمد انا ممكن اجي على اللوكال يوزرز اند جروبس اجي على جروبس اقول له رايت كليك نيو جروب. في هاي الحاله انا بضيف لوكال جروب على نفس البي سي ملوش علاقه بالدومين تمام. يعني لما اجي اقول لوكال جروب انا بعني لوكال جروب على البي سي نفسه. لما اقول دومين لوكال يعني جروب معمول على اكتف دايركتوري لوكال. ايش الفرق بيناتهم؟ شو الفرق بيناتهم يا احمد؟ اول شيء جلوبال جلوبال لوكال يونيفرسال هاي بتعود مش على الجروب نفسه بتعود على الريسورس لوكيشن. كيف يعني على الريسورس لوكيشن؟ انا ليه بعمل جروب اصلا؟ انا بعمل جروب عشان اضيف صلاحيات لليوزرز على فولدر معين عشان اربط يوزرز على برينتر معينة عشان اشغل يوزرز على بيرميشنز على ريسورس معين. طيب هاي الريسورس موقعها هو اللي بيحدد نوع الجروب تبعتك او السكوب تبعك. كيف يعني؟ ما فهمتش. لنفرض انا بعمان في عندي هاد دومين عمان في عندي برينتر تمام وهاي البرينتر انا ربطتها مع الدومين تبعي وفي عنا بالكرك في ناس موظفين بالكرك نعتبرهم موظفين هذول بدهم يعملوا اكسس على هاي البرينتر. حلو الكلام؟ طيب انا كادمنستريتر على الفورست تبعتي او عمان سيرفر بدي اخلي الناس اللي بالكرك يعملوا اكسس على النتورك تبعتي او على البرينتر اللي عندي. هون انا راح اجي على عمان واعمل كرييت جروب. حلو هذا جروب موجود بنفس موقع الريسورس ولا بدومين مختلف عن الريسورس؟ لا 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 الجروب انا منشي بعمان انا انشات الجروب بعمان الجروب معمول بعمان. هذا الجروب مع دومين البرينتر ولا برا دومين البرينتر؟ مع دومين البرينتر تمام. هيك بيكون لوكال جروب هو بس على مستوى عمان. لا تبعك بس معمول بعمان.
بدي اعمل مانج للبيرميشنز الجروب اللي بعمان ولا جروب بالكرك؟ لا تبع عمان. تبع عمان. بالنسبة لجروب عمان البرينتر هي موجودة معاه على اللوكال دومين، يعني لازم يكون نوع الجروب لوكال عشان اسمح للناس اللي بالكرك يستخدموا البرينتر تبعتي. اعطيك مثال بسيط، هي حكمتنا الريسورس لوكيشن. بالضبط. اعطيك مثال، هذا التليفون الي صح؟ بما انه الي انا بقدر اخلي يوسف ياخذ يحكي منه التليفون صح؟ بالضبط، لانه لوكال لإلي. انا حقي اعطي بيرمشن لاي حدا يستخدم تليفوني. طيب لنفرض انه انا بدي اخذ تليفون يوسف اعطي له، اخذ تليفون محمد اعطي له يوسف، هذا التليفون الي؟ لا لا يوسف، لازم يوسف هو اللي يعطيني بيرمشن عشان اسمح لحالي اودي التليفون ليوسف يحكي فيه تليفون بعيد. اللوكال جروب لما تيجي تعرف جروب لوكال لازم تكون الريسورس within the same domain، معك في الدومين عشان تكون لوكال بالنسبة لك. دائما الجروب سكوب بيمثل او بنتعامل من خلاله مع الريسورس لوكيشن. الريسورس تبعتي عندي، اذا الجروب لازم يكون لوكال. طيب لو بدخل الجروب ينبنى بالكرك، يعني هون بالكرك راح اجي اعمل جروب عشان اخلي الناس واضيف هذا اليوزر عليه واخلي الناس تعمل اكسس على هاي البرينتر. ايش راح يكون له نوع الجروب يا احمد؟ يكون جلوبال مثلا. ما هو جلوبال مثلا ولا جلوبال؟ جلوبال. طب ليش مش مثلا؟ لا مثلا هاي حسب الريسورس الثالث. يعني لو جلوبال ولا مثلا جلوبال؟ لا جلوبال. الريسورس مش عنده 100%. دائما الجلوبال بعملها تو اكسس ريسورسز مش موجوده عندي بنفس اللوكيشن. وضحت الصوره؟ دائما الجروب لو جلوبال اذا بدي اعمل اكسس على برينتر او على ريسورس برا الدومين تبعي. اذا بدي اعمل بيرميشنز على ريسورس عندي لازم يكون الجروب ايش؟ لوكال. او كيف راح يكون البرينتر؟ ما صرح نشوف، ما احنا ليه عملنا هاي الانتربرايز نتورك؟ ايوه. عشان لما اجي اعمل شير فولدر واعطيك بيرميشن عليه تشوف كيف راح تشوفه عندي. فهمت علي؟ طيب او ممكن اعمله ايش؟ يونيفرسال. يونيفرسال بتسمح لك تشتغل على مستوى الفورست ككل. يعني لما تيجي تعمل يونيفرسال جروب اي حدا ضمن الفورست بيقدر يعمل اكسس. تمام. طب ليه معناته في عنا لوكال وجلوبال؟ خلاص بنشتغل يونيفرسال صح؟ ليه عاملين لنا العجقه هاي؟ يمكن في افرع ما فيش ليها تدخل بالجروب. بتحطهاش بالجروب انت المهم. يعني مثلا الناس اللي بيربد بديش اياهم يعملوا اكسس بحط ضيفهم مش على الجروب تبعي وصلى الله وبارك. ما هذا الجروب في النهاية أنا منشئه وأنا بضيف الممبرز تبعوني ولا لا يا أحمد؟ تأخذ الماوس هدي وتركز معي؟ ليه ما عملهم كلهم يونيفرسال؟ يونيفرسال بتشتغل على مستوى الفورست فقط. لنفرض مثلا أنا عندي هنا فورست ورحنا اشترينا شركة جديدة، هاي الشركة الجديدة فيها فورست خاصة فيها تمام؟ في الحالة هاي احنا ممكن نيجي نبني اشي اسمه تراست. تراست ببني بين تو فورست، هاي فورست وهاي فورست. يعني مثلا هاي tuned.com روحنا اشترينا شركة جديدة معمول الفورست تبعتها اسمها مثلا m&msecurity.com. بدل ما هدي الشبكة هاي، لا أنا بخليها فورست شغالة زي ما هي، بس بعمل ما بين التو فورست إشي اسمه تراست. وبدي الناس اللي هون يقدروا يعملوا أكسس على البرينترز والريسورسز اللي هون. هيك ما بزبط يونيفرسال. يونيفرسال بتشتغل بس على مستوى الفورست. فورست واحد. بس الفورست اللي أنت فيها. الفورست بالضبط.
بدك تطلع اوت اوف سايد يا اما بتستخدم يعني لازم اليونيفرسال يكون على دومين واحد. اليونيفرسال على فورست يعني احنا مش كلنا احنا شغالين في وان فورست. اذا بقدر اعرف يونيفرسال جروب كلنا نشتغل عليها. فهمت علي؟ بس اذا انت باني فورست غير عن الفورست اللي عندي ما بس بتستخدم بيني وبينك يونيفرسال جروب. يا جلوبال يا لوك. تمام؟ وضحت الصورة؟ هذا بالنسبة للسكوب. طب بالنسبة للتايب. سيكوريتي وديستريبيوشن. يلا بقى. احنا رايحين على الاكستشينج سيرفر في نهاية الكورس صح؟ ما نمسى اسمه. مظبوط؟ هسه لنفرض ان انا بدي ابعت تعميم. بدك تعمل تعميم تبعت لكل الدنيا. بدك تبعت ايميل. احنا شو بنعمل؟ ديستريبيوشن جروب وبنضيف عليه الناس. الديستريبيوشن جروب يستخدم في حالات زي الايميل. بس ايميل ليش؟ انت لما تبعت ايميل بحاجه انك تعمل تشيك بيرميشنز. مش بحاجه لتشيك بيرميشنز. انا اللهم بدي اعمل سند ايميل توصل لكل الناس اللي موجوده عندي على الاكستشينج سيرفر. بالضبط. بدي ابعت تعميم اجازه. بدي ابعت شو دخل تعميم الاجازه بصلاحياتك على السيرفر؟ ما لهاش دخل صح ولا لا؟ فاحنا كيف بنعملها؟ نيجي بنعمل جروب نوع من نوع ديستريبيوشن. نيجي بنضيف الناس عليه. جماعه الاتشار بنعملهم ديستريبيوشن جروب بنحطهم عليه. جماعه الفاينانس نبدأ نفس المبدا. نيجي بنعمل جروب اسمه اول وبنلم فيه كل الدنيا هاي وبنزتها جوا الجروب. فلما نيجي نبعت ايميل بنبعت ايميل لمين؟ للجروب ايميل مش للناس. يعني اذا بتلاحظ بس لما نعمل كرييت راح يكون في له اوبشنز غير هذول. منها ايميل. هذا الايميل اذا كتبته فبتقدر تصير تستخدمه بالاكستشينج سيرفر. فبتصير لما تبعت للاتش ار تحط ايميل الاتش ار. اي حدا ضمن جروب الاتش ار بيوصلوا الايميل. هون انا مش بحاجه لسكيورتي. فلما تكون بدك جروب ومش بحاجه انه يصير عليه تشيك سكيورتي بروح بعمل ايش؟ ديستريبيوشن. طيب انا بدي اعمل اكسس على فولدر. لا انا بدك صلاحيات. بدك بيرميشنز. بدك تشيك بيرميشنز صح؟ الحاله بدك تعمل ايش؟ سكيورتي جروب. سكيورتي جروب بيطبق البيرميشنز الخاصه بالدومين. بعمل تشيك سكيورتي. الديستريبيوشن ما بعمل تشيك سكيورتي عشان هيك احنا اصلا بنعمله لما نيجي نستخدم اكستشينج سيرفر او نتعامل مع الميلز بالنتوركس تبعون. حلو الكلام؟ انا هون بدي اكون ايش؟ سكيورتي جروب. سوري بدي اعمل لوكال. لاحظ انا لما كبست اوكي وعمل لي له كرييت مباشر صارت هاي الدومين لوكال دمت. دمت. انت ما بتقدر تحول من جلوبال للوكال نهائي مباشر. بدك تحول من جلوبال للوكال او من لوكال لجلوبال. بتحوله يونيفرسال بعدين بتحوله للي بدك. لاحظ جلوبال شو صارت؟ دمت. تمام؟ هاي النقطة الأولى. خليك معي بالله يوسف. أنا هسا بدي أضيف كل الناس اللي هون هذول كلهم بدي أضيفهم على الجروب. كم واحد هذول؟ إن شاء الله كثار. طب هسا بالنسبة بدي أضيفهم خليكم معي بس أخلص الجزئيات هاي وخليكم تسألوا وتسولوا بكل يوم. انا عشان اضيف اي يوزر على الجروب ده لازم اضيف 1 باي 1. يا عندك ضلك تكبس رايت كليك يا احمد يا يوسف. ضلك تكبس رايت كليك اد تو جروب وتحدد الجروب وتقول له اوكي وتروح على اللي بعده اليوزر اللي بعده. في طريقه اسهل من هيك؟ اكيد في. عن طريق الباور شيل انا ممكن اجي اعمل سكريبت. السكريبت تبعي لو زي المكتوب عندي هون. انا هون عرفت متغير اذا بتتذكر زي ما استخدمنا السكريبت تبع اليوزر زي يوسف. حطيت له هون او يو اتش ار يوزرز او يو اتش ار الدومين تبعنا تيوند تبعي انا عندي هون و دي سي دو كوم. هون
هون جيت قلت له فور ايتش اخذناها برضو. هسه بدي يروح ياخذ الجيت اد يوزر، بدي يروح يجيب اليوزرز الموجودين جوا هاي الجروب، راح يجيبهم يوزر يوزر. وشو يعمل هون؟ جيت اد يوزر داش فلتر، طبعا هاي فيش لها داعي، راح احطها نجمه على اساس يجيب لي كل اليوزرز، وهي ما لهاش داعي. هيك قلت له الفلتر تبعي اي حدا، جيب لي اي حدا جوا هاي الاويو. شو عمل لك فيه؟ فور ايتش اوبجكت ضمن الاويو، فور ايتش اوبجكت بنستخدمها لما نتعامل مع اوبجكتس ولا اكتف دايركتوري. فون فور ايتش اوبجكت من الاويو تبعتنا اد ادي جروب ممبر، يعني اكتف دايركتوري جروب ممبر. مين الجروب اللي بدك تضيف عليه؟ انا هون بدي الفاينانس جي، طبعا هون لازم تكون فاينانس داش يوزر، وهون فاينانس داش يوزر. تمام، بدي اضيف لي اياه على الجروب اللي اسمه فاينانس جي. مين اليوزر اللي بدك تضيفه؟ روح جيب لي السام اكاونت نيم من الاوبجكت تبعي. هذا السكريبت لو اخذته كوبي ورحت يا يوسف على الدومين تبعنا على الباور شيل، طبعا اذا ما كان فاتح عندك الباور شيل تقدر تروح على ستارت تكتب له باور شيل او باور لحالها. في عندك اللي هو الباور شيل اي اس اي اللي كتبنا عليه الكود المره الماضيه، واي بيست، وهاي ستارت. تعالوا نشوف الجروب تبعنا مين الممبرز اللي فيه، كلهم صاروا ضمن الجروب تبعي. حلو الكلام، نطبقها على كل الاولوز. انو اوضح هاي ولا اللي جوا السيرفر؟ طيب راح اكبس انتر، اكتبها سريعا اذا بدك. انا كبست انتر هنا لانه شو اسمه بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اهم شيء عندنا دائما بالشركات اللي هو الشير فولدر اللي اصلا كل الناس بتشتغل عليه. يفضل دائما اصلا اليو اس بي تكون لوك، ما حد يقدر يستخدم يو اس بي، ما حد يقدر يستخدم اكسترنال ستورج. كل الداتا تبعتنا بالشركه فرض تكون على شير فولدر. ليش؟ اول سبب بنستفيد من الشير اللي هو موضوع الباك اب، يعني انا الداتا بدي اعمل لها باك اب، داتا تبعت الفاينانس تبعت الاتش ار، اي داتا من اهم مسؤوليات قسم الاي تي موضوع الباك اب، الديلي المال ويكلي المونثلي ييرلي باك اب، لازم دائما يكون عندنا باك اب للداتا. فافضل وسائل ممكن نستخدمها بموضوع الباك اب هو ايش؟ الشير فولدر. كيف ممكن نعمل شير فولدر؟ لو جيت على اي فولدر كبست عليه رايت كليك مثلا البابليك فولدر وخدت بروبرتيز، راح تلاقي عندك تاب اسمه شيرينج. من خلال شيرينج انا بقدر اطبق اللي هو الشير عندي. طبعا اذا كنت شغال على انتي اف اس بارتيشن راح يكون عندك تاب اسمه سكيورتي، من اهم التابز اللي بتهمنا في هذا الجانب بالذات. احنا لما نيجي نعمل شيرينج يفترض يكون في عندنا بيرميشنز على الشيرينج، ولازم يكون عندنا بيرميشنز سكيورتي.
بالشيرينج في عندك تحت ادفانس شير، لو اخترنا ادفانس شيرينج راح يعطيني هاي الشاشه، لو قلت له شير ذس فولدر راح يعطيني هون الشير نيم، وباي ديفولت بيعطيني اسم مين؟ اسم الفولدر. بقدر اجي اقول له هون مثلا اول، شو اللي راح يصير عند الناس كلها بالنتورك؟ راح يبين اسمه اول، بس عندي راح يكون اسمه بابليك. لما تفوت شيرينج راح تشوف اول فولدر، باللوكال راح يكون اسمه بابليك فولدر. تمام، هذا الاسم المستخدم بالنتورك. طيب ايش البيرميشنز المسموحه للناس؟ في عندك تحت بيرميشنز، بالبيرميشنز راح تلاقي دائما جروب اسمه افري وان. احنا في عندنا تو جروبز هذول، الاول اسمه افري وان والثاني اوثنتيكيتد يوزرز. هذول عباره عن لوجيكال جروبز مش ريل جروبز. شو يعني؟ لو رحت على اكتف دايركتوري ما راح تشوفهم، لو رحت على اي جهاز ما راح تشوفهم، لكن بالشير او بالبيرميشنز ممكن تشوفهم. ايش معنى ايفريون وايش معنى اوثنتيكيتد يوزرز؟ ايفريون اي واحد تحت الدنيا سواء كان شايب او فورس. طيب اوثنتيكيتد وحتى مش شرط يكون تحت الدنيا، ممكن يكون لوكال. ايفريون الاوثنتيكيتد لا، اللي بده اوثنتيكيتد اللوكال صح؟ اوثنتيكيتد اي حدا ضمن الدومين. Everyone work group domain اي حدا في الدنيا from or out. يعني حتى لو طلع برا الدومين بين، لو انك جاي من برا الدومين بتشوف. Everyone بتعني اي حدا، include او exclude الدومين تبعك. Authenticated users all of them on the domain. تمام؟ الجهاز اللي بالبيت authenticated users. authorized users. authenticated بتبين معك في الدومين بس. طيب هنا دائما سوري ايش بيفرق بما انه authorized ما في أو شيء اسمه authorized عشان تكون بالصورة. أنا قلت لك يمكن، بس هو authorized ما في. لا لا في authenticated، يعني لا authenticated أو authorized واحد منهم على الوكيل. إحنا ليه نقول احتمال في؟ هاي هذا هو. Authenticated. تمام. Authenticated users برجع بقول لك تعني أي حدا ضمن الدومين. ما أنت السكوب هذا اللوكيشن اللي عملت عليه ماتش. Work group. Work group. بس ما راح يجيب لي حدا. إحنا دائما نستخدم Authenticated user بالتعبير عن الدومين users. بس. Everyone أي حدا ضمن الدومين أو برا الدومين. عشان هيك اول شغله بنعملها لما نيجي نعمل شيرينج بنعمل ريموف للايفريون. تمام، بعدين بقول له اد اوثنتيكيتد. يعني اذا مش عامل جيما اوثنتيكيشن مع الدومين، يعني مش دومين يوزر ملوش صلاحيه. ايه يعني معنى كلامك هسه اذا مش من ضمن الدومين ملوش بيرمش. طيب تحت بقول لك فول تشي فول كنترول تشينج. بس تدخل لو كان مش ضمن الوزاره اطلب منه كريدنشال ولا لا؟ بقول له دونت هاف بيرمش. طب مثلا انا عندي عاملها بعد فيلم اكلته بالوزاره الله يسامحه يحقني ايش بقال بده يعني. المهم انا بتعيني بس معلش ثاني يلا بس هاي اثنتيكيتد.
تكبس اد بتضيف اليوزر بك اياه، ممكن تكتب السبيلنج اول حروف منه وتعمل تشيك نيمز، هو بروح بجيب لك كل اللي هو اليوزرز. انت جوا الدومين ولا برا؟ طيب بس تركزوا معي بشغلة مهمة جدا. انا عندي هنا فول كنترول تشينج ريد، يعني الشير البيرميشنز تبعونه فول كنترول تشينج ريد. ايش كل واحدة منهم؟ يعدل او يعمل شيء. التشينج اللي موجود بيقدر يعدل عليه، بس ما بيقدر يعمل مثلا كرييت مثلا لنيو مثلا مايكروسوفت وورد او كرييت تكست فايل او فولدر. الفول كنترول بيقدر يعمل ريد ويعدل على الموجود ويحط شيء جديد. ريد اند اكسكيوت ابلكيشنز تشينج كرييت delete and modify files and folders. لا all change permissions and change folder of sharing permissions. شو يعني؟ إله كل صلاحيات ال change وبنفس الوقت بيقدر يغير صلاحية. change بإمكانك تعمل كل اللي بدك إياه جوا الفولدر، كل شيء إلا تغيير صلاحيات. مش مسموح لك تغير صلاحيات. الفول كنترول بيعمل كل شيء وتغيير صلاحيات، بيعمل كل شيء مع تغيير الصلاحيات. read and execute للابليكيشنز، change بيقدر يعمل كل شيء بده اياه جوا الفولدر، full control بيقدر يعمل كل شيء بلس بيقدر يغير permissions. تمام. طيب ايش اختار انا؟ change اختار change شوف يا أصدقاء. شوف يا أصدقاء. إحنا بالشيرينج بنشتغل على شغلتين. بنشتغل على شيرينج بيرميشنز. وبنشتغل على سيكوريتي بيرميشنز. يعني لما تيجي تعمل شير فولدرز لازم تستخدم الثنتين شيرينج وسيكوريتي. شيرينج بيرميشنز ليميتد. شو يعني ليميتد؟ عندك الثلاث هذول بس. طيب انا بدي اسمح له ينشئ ملفات بس ما اسمحلوش يحذف. بالشيرنج ما بتقدر تتحكم بهذا الشيء. بالسكيورتي بتقدر تفصل البيرميشنز بالطريقه اللي انت بدك اياها. يس. بس ضروري جدا نكون عارفين شغله مهمه. لنفرض انا حطيت له هون فول كنترول وهون جيت حطيت لليوزر ريد، ايش اللي راح يصير؟ راح ياخذ الريد. ليه؟ بالعربي احنا بناخذ الريستريكتد بيرمشنز. البيرمشنز اللي بتخنق اليوزر اكثر هي اللي بتطبق. تمام. عشان هيك احنا بالعاده شو بنعمل؟ بنرفع البيرميشن تبعت الشير وبنتحكم بالبيرميشنز تبعت السكيورتي. لانه لو انا حطيت له بالبيرميشن تبعت الشيرنج ريد وجيت هنا اعطيته بيرميشن رايت ما راح يستفيد منها. فعشان هيك شو بنعمل؟ بنرفع الشيرنج بيرميشن ونتحكم بالسكيورتي بيرميشن. اوكي. يعني هنا
بالضبط. لو اعطيته فول كنترول هناك بقدر افصل زي ما بدي. تمام؟ فاعطيه فول كنترول واقول له اوكي ابلاي اوكي. هيك صار الفولدر هذا شيرد والباث تبعه هي. لو كبسنا ويندوز وار حطينا له إشارة عكس القسم مرتين وكتبنا له اللي هو HQ. جرب عندك HQ داش سان على أول انت بالوزاره مثلا بتكون عامل شير فولدر ممكن اي حدا بالفرع يعمل عليه اكسس. طيب بعد اذنكم انا بدي اسمح للكل اوكي يوصل للفولدر تبعي. بس حاليا اي واحد فيكم بيقدر يفوت جوا الفولدر يشتغل عليه. يعني انا هنا لو جيت على البروبرتيز من جديد ورحت على السكيورتي انا في عندي اليوزرز لهم بيرميشنز. تمام؟ بس انا بدي اتحكم بهاي البيرميشن، ما بدي اي حدا يدخل جوا الفولدر. انا معطيك اوثنتيكيتد يوزر فول كنترول صح؟ تمام. بدي انا هنا اتحكم بهذا الموضوع وخليك تفوت على الاول بس ما تقدر تفوت على الفولدرز اللي جواته. شو بدي اعمل؟ بدي اروح على السكيورتي تاب. اول شيء راح اعملها راح اختار من تحت ادفانس على نفس البابليك. يس اختار من تحت ادفانس. اول شغله هاي البيرميشنز محطوط هون الاو لهذول اليوزرز، البيرميشنز فول كنترول لهذول، وتحت ريد اند اكسكيوت وتحت سبيشال. هاي البيرميشنز من وين ماخوذه؟ لاحظ شو بقول لك، انهيرتد فروم الاي بارتيشن. That mean you cannot change it. يعني لو جدك تعمل remove you cannot remove users because this object is inheriting permissions. هذا متورثها من البارتيشن دي الاي. ما بدي انا الانهيرت هاي، انا اللي بدي اتحكم بالبيرميشنز. تحت في عندك disable inheritance. disable inheritance يعني وقف الانهيرت اللي بيصير قاعد بالضبط. طيب مباشره بس اقول له ديسيبل راح طلع لي هاي المسج بيقول لي convert inherited permissions into explicit permissions on this object. يعني الغي لك الانهيرت وخلي هذول البيرميشنز
ولا ريموف اول انهيرتد بيرميشنز فروم ذس اوبجكت، احذف لك اياهم كلهم، احذفهم كلهم. اوكي ظل عندي هذا اليوزر، ليش مش انهيرتد؟ لانه هذا اليوزر اونر، لانه هذا اليوزر الاونر. طيب انا بدي اضيف اليوزرز تبعوني، راح اجي اقول له اد، بدي اضيف اول شغله الادمنستريتر تبعي. لما تيجي تختار اد راح يعطيك هاي الشاشه، في عندك هون سيلكت ا برينسيبل، انا بدي مين الادمنستريتور. طبعا اذا بتلاحظ فوق بقول لك فروم ذس لوكيشن، اللي هو مين tune.com. تشيك نيم، هاي جاب لي administrator attitude.com، هاي اوكي. شو بدك تعطي فول كنترول، وهي اوكي. بدي مره ثانيه تفوتوا على الفولدر تبعي ويندوز ار، وتفوتوا على نفس الفولدر. فتح لانك انت administrator. طب هم لا ما خلينا نشوف. بس والله مهندس قلبك هنا، بس ذكرني يعني شوي بالضغط يفتح الفولدر. ليه؟ لانه مش احنا من عندك، عندكم مش ادمنس، مش ادمنس على البرنامج. بس بعدين نكست، كله نكست. انا استنفس لا نكست كمان. شو بتختار؟ لما نكست هنا اختار راوتينج ودايركت اكسس. ايش اللي بتصار بالضبط؟ اللي بعديها عالديفولت مهندس ما ايش اللي صار بالضبط صديقي؟ انا معطيك فول كنترول، معطيك فول كنترول على البيرميشن شير، بس الك سكيورتي بيرميشن؟ لا. اذا مش راح تقدر تفوت، عشان هيك انت ما قدرت تفوت. هسه طبق بالضبط. هسه لو جيت مره ثانيه على الببليك فولدر تبعي وجيت قلت له بروبرتيز، خليكم معي بس انت الست هاي نفهمها، لانه الشيرنج، الشيرنج في بعض الديتيلز الصغيره بتغير معك معالم كثير، يعني بتخلي ناس تفوت على الفولدر وهم ما لهمش صلاحيات. لو جيت قلت له اد، بدي اضيف مين الاوثنتيكيتد يوزرز. بس انت هون الاوثنتيكيتد يوزرز ايش بدك منهم؟ انا بدي اياهم بس يعملوا اكسس، يفوتوا بس. بس ليش؟ لانه بعد هيك بدي يفوت على الفولدر تبعه ويشتغل عليه، يعني اذا هو فاينانس بدي يفوت على الفاينانس. كمان شوي يعني المحاضره الجاي راح نخليه ما يشوف الا الفولدر اللي له عليه بيرمشن، يعني مش بس، يعني لما يفوت على الاول فولدر انا عندي اربعه اللي مسموح له يفوت عليه، مثلا اتشار ما راح اشوف غير اتشار. تمام. فالاوثنتيكيتد يوزر ايش له صلاحيات؟ مالوش ريد اند اكسكيوت ولا له ريد، بدي اعطيه بس ليست فولدر. رجع اختار لي فوق، انا بدي بس ليست، كيف بدي اتحكم فيها؟ في عندك هون الشو ادفانسد بيرميشنز، تقدر تشيل الصح عن اي اوبشن انت ما بدك اياه. هاي اوكي، هاي اوكي. جربوا هسه فوتوا على الفولدر من جديد. طب لو حط له مثلا ريد اند اكسكيوت والريد، طبق عليه الريد مش الريد. لا بطبق الثنتين، ريد اند ريد اند اكسكيوت. طب الثنتين دخل، جرب عمرات كليك نيو فولدر. كيف مش ريد اند اكسكيوت؟ لا لا ما مركيش بيرميشن. ريد اند اكسكيوت، شوف الفرق بين ريد اند ريد اند اكسكيوت. ريد بيقرا الفايل كونتنت بس، بشوفها بس، بيقرا الفايل كونتنت بس ما بيقدر يعمل رن للابلكيشن. الاكسكيوت بيقرا وبيشغل البرامج، يعني مثلا في برنامج الاوفيس السيت اب تبع الاوفيس على الشير، اذا لما اعطيه ريد اند اكسكيوت بيقدر يشغله، بيعمل له رن الموقع. اذا ما كنت معطيه بيقدر يعمل كوبي بيست، طبعا كوبي عمل الدو سيرفر بيست عنده، عنده بس العكس لا. طب فوت بالله على اتش ار،
اعمل فولدر. واعمل فولدر. ايوه اعمل فولدر. جرب اعمل من عندك فولدر. رايت كليك نيو فولدر. ليه؟ لانه عمل انهيرتنس من البابليك. دائما السب فولدر بيعمل انهيرت من اللي فوقه. بطل يحكي هسه مع الاي، صار يحكي مع البابليك. وبحط في الحلقه القادمه باذن الله راح نشوف كيف نتحكم ببيرمشن كل فولدر لكل ديبارتمنت في كل برانش باذن الله. نراكم في الحلقه القادمه. يعطيكم العافيه.